في شهر رمضان المبارك هناك العديد من الأفكار التي تناسب روحانية الشهر الفضيل والضيف الدائم. ما بين ركوع وسجود سيقضي معظمنا وقته ويحاول أن يكون إيجابيا ومنتجا. وفي هذا الشهر قررنا مع عدد من الشركاء أن يكون الشهر مختلفا، فكان بس دقيقة. منتجنا الذي يقدم لكم يوميا بقوالب مختلفة، صحيا رياضيا غذائيا ومعلومات عامة. مبارك عليكم الشهر.